أهلا بكم. يشهد الاقتصاد العالمي أزمة تضخم غير مسبوقة جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ففي الولايات المتحدة بلغ معدل التضخم مستوى قياسي في مايو الماضي، بلغ 8.6%، وهو ما دفع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة، مع توقعات متشائمة حول وضع الاقتصاد خلال العامين المقبلين. وتصريحات مسؤوليه باستمرار رفع أسعار الفائدة حتى 2023 لتبدأ في خفض تلك الأسعار حسب ما تتوقع في نهاية 2024. أما في منطقة اليورو فرفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم السنوي إلى 6.8% هذا العام، كما خفض توقعاته للنمو. وأمام هذا أعلن البنك أنه سيرفع لأول مرة منذ أكثر من عقد سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو المقبل. ألمانيا والتي تعد قاطرة الاقتصاد الأوروبي، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي عن تسجيل البلاد ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم، بلغ 7.9% في سابقة لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما. وفي بريطانيا توقع بنك إنجلترا ارتفاع التضخم إلى أكثر من 10% في وقت لاحق من العام، بعد أن وصل إلى 9% في إبريل، محققا أعلى مستوى له منذ عام 1982. ليقرر البنك رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع الخامس على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% سعيا لكبح التضخم المرتفع. وفي سويسرا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع لأول مرة منذ عام 2007، مبتعدا عن معركة ترويض عملته الأقوى للتركيز على التضخم والذي يهدد بالخروج عن السيطرة، والتي يراها البنك الوطني السويسري الآن عند 2.8% هذا العام، و 1.9% في 2023، و 1.6% في 2024. وفي السويد سجلت المملكة أعلى معدل تضخم منذ عام 1991، بلغ قرابة 7.2% وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء. أما في الدنمارك تم تسجيل معدلات تضخم سنوية قياسية بلغت 7.4%. وفي هولندا توقع البنك المركزي الهولندي أن يبلغ معدل التضخم 8.7% هذا العام. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي ليصل لأعلى مستوى له منذ أكثر من 32 عاما. خارج القارة العجوز رفع البنك المركزي الأرجنتيني سعر الفائدة للمرة السادسة منذ بداية العام إلى 52%، حيث تكافح الحكومة لتهدئة توقعات التضخم والذي وصل إلى أعلى مستوى له في 30 عاما عند 61%. ورفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة بمقدار 0.5%، مع إمكانية إقرار زيادة مماثلة أو أقل بقليل في اجتماعه المقبل، حيث يواجه صناع السياسة النقدية توقعات تضخم فوق المستهدف وتراجع للنمو الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لما يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم وصلت لأعلى مستوياتها. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.